اداء مضر للعين، مباراه صعبه جدا للتحمل بالنسبه لنا كجمهور برشلونه. احنا نقعد نتفرج على 90 دقيقه برشلونه بيأدي بيها بالطريقه دي، 45 دقيقه كانوا سيئين جدا، شوط تاني كان فيه سرعه وريتم عالي برغم طرد فرانك دي يونج، كنا قادرين ان احنا نخلص الماتش في اخر دقيقه عن طريق ممفيس ديباي. بس الاداء السيء ده كله بصراحه كان حاجه طبيعيه جدا بعد كل المشاكل اللي حصلت بعد ماتش جرناطه، لان احنا بعد ماتش جرناطه كنا كلنا مستنيين اقاله كومان، لان السيد لابورت كان واعد جمهور برشلونه او الكوليز بكده، لو في اي تعثر حصل في الثلاث ماتشات الجايين كومان هيمشي. غرناطه قاضيش ليفنتي، الراجل لو تعثر في اي ماتش فيهم هنديله استماره 6، والسيفيهات بتاع المدربين على المكتب بتاعي موجوده يا باشا، وهنمشيه بكره الصبح هجيب مدير فني جديد. تمام، او تعثر قدام غرناطه بقى اطرده وروح هات لنا مدير فني جديد. طب نستنى بقى يا جماعه، محتاجين ناخد لحظه تعني، واحنا بنشوف السيفيهات في هنا تشافي عنده مشكله ان هو مش شايفه ينفع الفريق الاول، كنت شايفه ينفع في برشلونه بيه عشان خاطر ننفذ نفس مسيره بيب جوارديولا، بس مع الاسف نبعد تشافي دلوقتي. روبرتو مارتينيز الاتحاد البلجيكي متمسك بيه، نبعد روبرتو مارتينيز دلوقتي. بليسيا دخل ضمن الخيارات، مش عارف ما حدش اتكلم عليه كتير ليه. بعد كده احنا محتاجين نتكلم حوالين اندريا بيرلو وانطونيو كونتي. طب تمام، هتعمل ايه بقى؟ هتمشي كومان امتى بقى؟ يعني الاسبوع الجاي مثلا مش هيحضر ماتش قادش، الدنيا بالنسبه لنا تبقى عامله ازاي؟ قال لك يا جماعه نصبر بقى. كومان الناحيه الثانيه بقى راح للمؤتمر الصحفي بتاع ماتش قادش وقال لك لا لا لا، الراجل ده محتاج فضيحه، والراجل ده محتاج اجيب له من الاخر. بصوا، ما حدش هيسالنا اسئله فنيه خالص، انا جاي النهارده اتكلم وانتوا هتقعدوا تسمعوا بس. بصوا يا جماعه، احنا مش مرشحين لاي حاجه، لا للدوري ولا دوري ابطال اوروبا، احنا بعيد حوالين المنافسه في اي حاجه. ليه يا عم؟ انا الفريق مش جاهز كده. الفريق احنا في مرحله انتقاليه، والفريق نوت كوت الوحيده هي الشباب اللي محتاجه تاخد وقت. الوقت ده هيبقى كتير جدا في الماتشات اللي هنلعبها الموسم ده، علشان خاطر الموسم ده احنا مش منافسين لاي حاجه زي ما قلت لكم، ففي دقائق كتير هياخدها اللعيبه الشباب زي تشافي وانيستا واللعيبه اللي كانوا بيطلعوا من لاماسيا، في لعيبه كويسه جدا موجوده عندي في الفرقه دلوقتي محتاجه تاخد وقت. وبشركم ان مستوى برشلونه بامان مع اللعيبه الشباب الموجودين دي، بس ما اوعدكمش في اي حاجه، لان رحيل ميسي فرق جدا معانا. ميسي لعيبه الشباب كانوا بيبصوا له ان هو اسطوره، واللعيبه الشباب كان دايما ميسي بالنسبه لهم حاجه قيمه جدا، وميسي كان بيقدر يشيل الضغوطات اللي موجوده على الفريق، وبعد رحيل ميسي الموضوع بقى صعب جدا، وهي قام وساب له المؤتمر على كده، خلصت على كده. لا، كومان راح عمل لقاء اذاعي او لقاء تلفزيوني تاني. بصوا يا جماعه، كومان قعد يشرشح لمجلس الاداره وقال لهم من الاخر كده ان هو ده المتاح. مجلس الاداره يسكت بقى؟ قال لك احنا عندنا مشكله. ايه هي؟ كومان عارف البير وغطاه، عارف ان احنا مالناش فلوس، وعارف ان احنا ما نقدرش نجيب مدير فني، وعارف ان كل اللي احنا بنعمله ده هقص وكلام يتقال للجمهور بس. ايه ده؟ لابورت كداب يا باشا؟ ده محامي يا باشا، يعني اكيد لازم يكون كداب، والكذب لازم يكون في دمه، امال اشتغل محامي ازاي يا باشا؟ انت بتقول ايه حضرتك؟ وبعد كل ده نلاقي ان قبل ماتش قادش، بص يا جماعه، هو كومان كويس، واحنا قلنا في اول الموسم ان كومان هيكمل معانا، بس هو الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي ده ما كانش ينفع يقوله، واعتقد ان اللعيبه الكبار حذروه. هنا يدخل دور الافكار المقدسه، بيكي، جوردي البا، سيرجيو روبرتو، وبوسكيتس. قال لك ان هم حذروه وان هم قالوا رايهم لاخوان لابورت ان احنا والله كومان راجل كويس ويكمل معانا. طب كومان يكمل معانا؟ اتفرجنا على 90 دقيقة سيئة، هل أنا متفاجئ؟ لا، لأن بعد كل الحك اللي بيحصل ده أنا مش مصدوم من أي حاجة برشلونة ممكن يعملها. الفريق منهار إداريًا، الفريق منهار فنيًا، الفريق منهار بدنيًا، الفريق منهار تكتيكيًا، الفريق منهار في كل حاجة. فأنا لما أتفرج على 90 دقيقة من العك الكروي ده، حاجة طبيعية جدًا، مفيش حاجة مثيرة لبرشلونة غير كل اللي بيحصل بره الملعب، إنما اللي بيحصل جوه الملعب الموضوع صعب جدًا، والموضوع مأساوي جدًا.